رمضان كريم، كل عام وانتوما بألف خير. يقولوا أنه كل عمل من أعمال الخير هو خطوة على سلم يقودنا إلى الجنة، وفي هذا رمضان راح نضلوا عليكم من خلال برنامجكم الإنساني الأول من نوعه في الجزائر، حباب ربي، باش كامل نديروا اليد في اليد ونعاونوا خاوتنا الزواولة وين ما كانوا. رحلتنا عبر جزائرنا الحبيبة متواصلة، وكل يوم ولاية جديدة، بدايتها بالأسواق وناسها الكرماء واللي ما يبخلوش علينا وعلى أولاد بلادهم بخيرات ربي. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه فاصنع خيرا، لأن الشيء الوحيد الذي لا يموت حين تغيب أنت. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم أحباب ربي. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير مشاهدينا. اليوم مشاهدينا كتب ربي أن نجوزوا هذا اليوم الرمضاني في تيسمسيلت. اليوم عائلتنا عائلة تبكي الحجر، راح ندعيكم أنكم تكتشفوا معنا حكايتها وقصتها ومرارتها من خلال كل ما حين نعيشوه معهم. وحبيت نذكركم كذلك أنه هذه المرة برنامج أحباب ربي تكفل هو كفريق كامل من إنتاج، من تصوير، من تقديم، من كل شيء، أنه إحنا نتكفلوا بفطور كل عائلة نجو لها، وإن شاء الله يا ربي ربي قدرنا باش نعاونوهم ولو بالشيء القليل. إذا المشاهدين نقولكم حكايتنا وقصتنا نهار اليوم راح تبدا الآن، ولكن سمحوا لي قبل ما رحبت بزميلي المصور لطفي. بارك الله فيك لطفي، صح رمضانك. دونك يلا نتعاونوا إن شاء الله، نروحوا نديو هذا المكتوب هذا للعائلة وندعي. وطبعا عن المشاهدين فقط نقول لكم بلكو محمد أمين كذلك زليق، لأنه اليوم صادف أنه كاين المطر. إن شاء الله أمطار خير يا رب. صافي بك يكون الليل هكا والشتاء تكون قايمة ما كاينش اللي يرقد، خافوا القرمود يطير وخافوا الريح يتهز على بك يتبدل لك اسمها مين كاين خطرة تكسريك ولا تعطيك ايام ربع ربع ما كاينش حنا كيما هكا في رمضان على بالك السما ما كاش موتة ديريكت. نستنى فقط يجوا يفتحوا لنا الباب ان شاء الله يا ربي. هذا امطار خير اليوم. السلام عليكم. صح رمضانكم خويا، واش راكم؟ والله غير لاباس. راكم بخير حباب ربي؟ الحمد لله ربي يسلمك. مرحبا بك. الله يسلمك. هادوما حنا جبنا لكم هذا الخير معنا، ان شاء الله نقدروا فقط نكونوا عاوناكم شويه. مساء الخير اختي، صح رمضانك. كل عام انتيا بخير، واش راكي؟ عافيه بخير لاباس. واش راكم؟ راكم ملاح؟ صافا راكي بخير؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. واش راكم مع رمضان مع الحال؟ اليوم المطر ان شاء الله تاع خير يا رب. ان شاء الله شويه مغبونين تاع الله. مغبونين الله انا مغبونين على بالي. مع الشتاء ومع السكن كتبت دايره وكذا، صح ماكله كذا من برا ما كاش كذا تاع ترونسبور ناقص كل شيء. انا مغبونين فوق اللازم كاع. ربي يفرج ان شاء الله. ربي يفرج ان شاء الله. السلام عليكم خويا، واش راك؟ دوك نجوا عندكم. يعني قولوا لي اختي شحال راكم عايشين هنا في الدار؟ ثمانية كاع انا وفي الراجل وستة دراري. الله يبارك، هذوما الصغار. ثمانية. الله يبارك، الله يبارك، ربي يحفظكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يعني ربما كالعادة انا في برنامج احباب ربي في كل مرة نخلي المشاهدين يزوروا معنا خاوتنا اللي نزوروهم والعائلات كيفاش راهم يعيشوا. وحبيت نقول انه اليوم هذه العائلة حالة استثنائية، نقول لانه راح نكتشفوا مع بعض حالتهم. ما يتغلقش قنبان. حالتهم المزرية. نبداو على بركة الله. بسم الله. تقدروا ترونا كيفاش راكم عايشين؟ بسم الله.
أني أشوف والقش كيما راكي تشوفي كي الحق الشتا لازم تجيبوه في الوسط باش ما يتشمخش. يعني تحطوا هكذا ما عندكمش خزانة راني نشوف نحوهم من الخزانة الفرح. نحصوهم من الخزانة تسيل من القطعة. تسيل مع اللي طاحت هذيك الغبرة والغبرة هذيك؟ إيه إيه. مع الشتا دايم كيما هكا يسمى غير الخزانة القش نديرو فيها اللي نلبسوه ندرقوه لهنا. ندرقوه لهنا. كيما اللي نفرشوه واللي نغطوه لازم نحطوهم بعده تبدا تسيل تلحق حتى لهنايا. باش ما يتشمخش باش ما يتشمخش نحطوها هكا نبدا نحولوا فيه انا نشوفوا انا نشوفوا كامل وهاد الدار داركم خويا تا وراس ما اشتغل احنا هادي نتاع الشيباني الله يرحمه صافي ما عندناش وين نروحوا صافي سالوا فيها كاع صافي كونسولنا وين نروحوا بزاف يسالوا فيها هاد الدار يسالوا فيها قريب 6 من الناس 6 يسالوا فيها صافي ما كاش كيما كون نقسموها تجي حيط وما كاش وين تبني زعما ولا صافي الارض مقسمه طرف طرف ما كاش كاع وين انت تما هنا راكم درقين راسكم صافي دارقين في ريسانا وخلاص شحال عندكم انت عايشه هنا؟ 83 وانتم في هذا الدار؟ لا حول ولا قوة الا بالله ربي معاكم والله ربي معاكم راني نشوف الموعة نتاع رمضان غسلتيهم كلش صح رمضان المرض هكذا في رمضان لما عم تغسلهم وتجبد غير الحاجه العزيزه هذيك وربي يفرحك انتيا هنا راكم قاسمين غير بالنيلو الشتاء قسمنا هنا نديروا النيلو هذا باش ما تبدا طيب ما تصيرش الشتاء ما تشمخش ما تما هذا هو البلافون تاع النيلو فو بلافون مش بلافون نيلو صافي الشكاره كي ناكلوها نديرو العند نديرو البو ما قيسوهاش. راني نشوف راني نشوف. البرد راك البرد الباب ما كاش. راني نشوف راني نشوف. والفراش انا نخمم غير على فراشكم كيفاش راهو مرمي. هذا انا دايما على جال القطره هاربين على جال القطره. من القطره ايه. صافي كي حد خرجوا من القطره. باسكو كون خلوه يتشمخ كاع. ايه. نخرجوا نص هنا ونص الشمبر الاخر باش ما يتقالش. باش ما يتشمخش. ايه. والفريجيدير تاعك هذا مليح يمشي. ما يمشي ما والو هذا كيما. ايه حتى هذاك دوك نشوفوه في المشاهد الصوره السلام عليكم السلام ورحمه الله وشكون هذا ولدي اه كنت تقرا صافاك بخير لاباس الحمد لله ما تشمختش لا لا تمشي بزاف تفتضمن تفتضمن بعيد منه كما في ليكول ايه ربي يقدرك وينجحك ان شاء الله ان شاء الله يجيبوهم البلديه ايه يجيبوه لهنا ايه اذا قلنا انه هذا الفريجيدير راهو حابس خاسر وهذا كذلك راهو خاسر هذاك ما يتمشاش ايه هذاك ثانيك خاسر والو كاين غير هذا الكونجيلاتور اللي راني بعثني في الصيف هذا نافعك في الشتاء ما نشعلهاش باسكو نخاب عليها حتى للصيف تما يمشي غير من الصيف للصيف من الصيف للصيف وين تخزني الماكله والخضره كي تكون ما كاينش ايه صافي تاكليها اللي تشريها تاكليها ما تزيدلكش الماكله مع ولادي انايا سته اللي نجيبوها ناكلوها ما تزيدش وغدوة نخمو فوش انا كبنات ايه صلنا صح ما صلناش شطرنا كاع يفرج عليكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله زيدو نشوف واش بقى من الدار بسم الله يعني هذه اخر شومبرا عندكم الشومبرا زعما اللي تاكلين عليها نرقدوا فيها هذه اللي ترقدوا فيها في 8 في 8 واه يولي البرد في 8 في 8 في 8 تلموا بعض ولادك كبار واه كبار وهكاك وتسيل صافي ثلاثة كاع كبار بالقصة براكم كنت شتا زعما بالريح وكاع سين برد ديال الغش مني وسين من لا معناتها شغل عايشين غير شغل شغل انا ساكنين برا انا برا راكم برا راكم برا راكم برا صابرين ربي وصايبين صابرين ربي سبحانه خويا سبحانه قبيل ايه هاي ديك الغش يدخل كاع الماء يدخل صافي بك يكون الليل هكا والشتا تكون قايمه ما كاينش اللي يرقد خافوا القرمود يطير وخافوا الريح يتهز على البوكي تربط قلب اسمه هذا صافي ما عنديش كيف لازم نقعدوا الخوف ما يخليش يعني حتى باش هم يشوفوا معنا المشاهدين ما عندهمش حتى باش يدفعوا عندهم هاد الريزيستونس فقط والفراش هم يشوفوا انه يفترشون الارض سيمان برك يرقدوا على السيما زعما قادر واحد التريسيتي كنتو ثم بلاصه يعني تضرب تريسيتي حتى دونجي ما نقربوش كاع السمان طبعوا غير كاش حاجه خطر خطر كبير
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا طبعا خليو خاوتنا وخياتنا المشاهدين كامل يشوفوا معنا هاد المشاهد، هاد الدار تاعكم كيفاش راكم عايشين منذ 1983. تخيلوا مازال لهم اليوم في 2022 عايشين نفس الظروف. أنا قبل قال لي واحد الكلمة، قال لي إذا بداو هاد الدار وقسمها وش يصح لك؟ قبل ما يصح قريب 100 بنادم. حنا الله يبارك يسال في هاد الدار. ما كاش انت تخدم خويا منين ذاك عند الناس هكا عند الشعب كي تبان مقاول هكا، ولا نخدم مع هذيك سمانه ولا سمانتين ولا ندي باني واحد كيما نقولوا نخدم معاه كيما نقولوا في كراج هكا تاع دجاج ولا نصلح معاه. تعاون روحك عامل يومي كل خطره وكل نهار ونهارو. زعما ماهيش سابت الخطره. وقبيل في صحه المدام تخمم عليك، غير تخمت قالت لي يا والراجل داير باراسيون في رجله. يدير اكسيد داير فوالا. عندك بروش؟ عندي بروش وعندي سليكه من هنايا متقلب. تقلب كاين صافي ما نقدرش نخدم حاجه ثقيله ولا رديه. فهمتك. كان ما ينوضش من بعد كان في لابوسيت كي نطلع نمشي ليه نحبس شحال من بعد بشويه بدا يمشي بالركيز والحمد لله. الحمد لله ربي يشفيك ان شاء الله خويا، ربي يفرج عليكم ان شاء الله. اذا احنا خليو طبعا المشاهدين يشوفوا هذه المشاهد. نشوفوا المشاهد. واش طيبتي اليوم فطور؟ ما كان والو. ما كان والو. ما كانش فطور اليوم؟ ما كان والو والله. وكي رانا نقولوا ما تاع حاجه، انا والله 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 اذا رانا نزيدوا عليها ربي واش يدير يحاسبنا. قسما بالله غير صح ما عندهمش فطور. والله من غير ما عندهم فطور. ما عندناش والله ما تاعها. والله ما تاعها فطور. ما كاش ما كاش ما قال باقي مين كاين خطره تكسريت وثلاث ايام ربع. ربي يفرج. حنا معليش اليوم قدرنا نجيب لكم شويه هكذا قسما نطيبوا فطور نفطروا مع بعض. قرعه ما كاينش قرعه ثاني قرعه تاع الغاز ما كاينش. معليش ان شاء الله دوك نجيبوا لها ان شاء الله حل هكذا اختي العزيزه. وصدقوني والله راني نحلف ماشي باش نحلف هكذاك، نحلف باش صح تامنوا انه كاين خاوتنا في الجزائر في الجزائر العميقه في مناطق الظل هذه وبالتحديد اليوم انا في تيسنسيد. والله ما عندهم واش ياكلوا. شوفوا هاد الاطفال ارواح. انا دائما نقول لكم شوفوا لهذه البراءه ان شاء الله نقدروا نعاونوها. ما تنساوش انه الاجر في رمضان روي الضعف، لذلك ان شاء الله كامل نتعاونوا ونعاونوهم ونفرحوهم. عارف انا واش تقولي لهم؟ صعيب صعيب والمعيشه غلات وكلش غالي. صح احنا كيما كبر رمضان على بالك السما ما كاش موته ديريكت. ما كاش مع الاسعار الغاليه بدي حبه بطاطا للذري وغلت بالذرع اللي خلق ما يضيع. انا اخقل المشاهدين يروحوا يشوفوا معنا هذه المشاهد، بعدها انا مع زميل المخرج والفريق التقني ان شاء الله نلقاو حل باش بالك نطيبوا شويه فطور هكذا. يلا ما تروحوش بعيد. إذا مشاهدينا لأنه رانا في شهر رمضان وماشي سهل أنه تشوفوا خاوتكم هكذا يقعدوا بلا فطور، حنا لا غالب اليوم صح قضينا لهم ولكن جينا روطار بزاف دونك ما يكفيناش من بالحال باش نطيبوا الفطور. تشاورت مع زملائي هنا وربما حنا عيطوا للسائق تاعنا يجيب لنا ربما قرعة غاز، يجيب لنا شوية فطير، شوية كسرة، واش يقدر، شوية ما هكذا، شوية لبن باش إن شاء الله على الأقل يسدوا الرمق ديالهم. دونك فيت في جوي لي زابلي نعيط لهم. لانه ماشي سهل والله العظيم غير ماشي سهل انك تشوف الناس تعيش ظروف كيما هذه ماشي سهل. اذا اتصلوا مباشره بزميلنا السائق نشوفوا اذا ماهوش بعيد يجيب لنا واش يقدر. اللي هما يحبوا قالت لي اللبن ما فين ياكلوا بزاف اللبن هنا دونك ان شاء الله. شويه عندنا بروبليم تاع الغيزو. هاي صافي الحمد لله ويصوني. الو السلام عليكم. اي مدام وين راك خوياك بعيد؟
كملتي ولا مازال؟ لا لا مازال، جوست ما احتجت كي دارك بعيد. انا غير نايا. ربي ينورك خويا. تقدر تجيب معاك قرعه غاز، شوف منين تشريها، شوف منين تقدر تعمرها هكذا خويا، وشري لهم شويه وزيد من فضلك شويه لبن اذا تقدر، كسره، اي حاجه، لانه دوكا راح الحاله وقريب ياذن المغرب. هاي اوكي مدام، بارك الله فيك. بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. شكرا. اذا احنا هكذا ان شاء الله فقط ربي يقدرنا. وبالمناسبه نشكر كل الفريق العامل معي، لانه تضحيات كبيره، يخليوا اهاليهم، يخليوا عائلاتهم، يجيوا يصوموا معنا هكذا، يقطعوا مسافات طويله، لذلك كل واحد باسمه نشكرهم شكر كبير. وان شاء الله في ميزان حسناتكم وحسناتنا، من مخرج، من مصورين، من منتج، من كل واحد، من ريجيسور، من سكريبت، من كل واحد يخدم معنا، ربي يقدركم. وان شاء الله نلتقي مباشره في المطبخ. شوفي، يعني قلنا الفطور ما كاش، وقلنا معليش قضاء وقدر، وربي ان شاء الله يفرج عليهم، وحنا نتعاونوا باش نفطروا كيف كيف باش كتب ربي اليوم. ما بصح اليوم هاد الام وكأم جزائريه ناضت الصباح، كان عندها شويه سميد، خبزت، دارت الكسره، خلتها تطلع تخمر، جات طيبها، ما كانش الغاز، فوالا خلاص الغاز عندهم، شو شي طيبوا الغاز، واش صرات لها العجينه؟ شكون مصور يقدر يتلحق معايا باش يشوفوا عن قرب الكسره الخميره هذه كيفاش صرا لها؟ واذا به شوف خسر لها، باسكو ما عندهاش الغاز باش طيبوا. احكي لنا عبالي تحشمي باش تحضري، ماشي مالفة، ولكن معليش شرحي لنا فقط بالعقل. صافي معليش باش نطيبها لازم نعاودها. ايه كي نجيبوا لك حنا ان شاء الله الكاس داكو، شوفوا خساره، شوفوا مول فر طيب على الحطب الشمخ ضروري، الشمخ الشتا بندي الشمخ، ها وخبزهم، هذا هو الفطور اللي كانوا حنا يفطروه بالماء. معليش ان شاء الله كي يجي الكاز نعاودوا نخبزوها، نعاودوا نعجنوها ونطيبوها هكذا ان شاء الله يا ربي. انا قلت لكم انه ربي فقط عالم بحال هاد العائلات اللي يعيشوا في هاد الظروف، ربي فقط راهو ساطرهم ومقويهم ومد لهم واحد القوه واحد القناعه، لانه كل ما ندخل عندهم يشكروا ربي سبحانه وحامدين وقانعين وكذا. وربما نشوف هذه بقايا تاع الشربه، شكون يجي معايا اخويا؟ هذه تاع الشربه انعم، هذه البارح جبت من ريستوران، شكون البارح ما كانش عندي جبت لهم من ريستوران، من ريستوران. ربي يفرج ان شاء الله يا ربي، ربي يفرج، ربي يفرج. اذا هاوليك خونا راح جاب لولادو، شوفوا من ريستوران، من الريستوران يجيبوا باش ياكلوا. انا قلت لكم تعيشوا يا خاوتي، والله العظيم ما تنساوش انه عندنا خاوتنا راهم يعانيوا، خاوتنا والله ما لقاوش ياكلوا، خاوتنا راهم بحاجه لينا كامل، نتعاونوا نديروا اليد في اليد ونعاونوهم، واش فيها نفرحوا هاد الاطفال، هاد الام، هاد الاب تعبوا، احنا نقدروا ان شاء الله ولو بحاجه صغيره فقط نقدروا نفرحوهم. انا على بالي بعد قليل حين تكونوا على مائده الافطار، قبل ما تبداو تاكلوا، قبل ما تبداو تفطروا ردوا يديكم ودعيوا، دعيوا ان ربي يفرج على هاد المغبنه، على هاد الزواليه، دعيوا ان شاء الله دعواتكم مستجابه وراح تلحق، دعيوا ان ربي يفرج على كل مهموم، كل واحد عنده غم ربي يفرج عليه، وان شاء الله حنا وانتم نتعاونوا باش نكونوا في الخير عليهم، وباش نكونوا املهم وخلاصهم من كل هاد الميزيريه اللي يعيشوها، وتبقى الجزائر بخير، ويبقاو الجزائريين يضربوا في كل مره مثال في التضامن والتكافل. فقط يعني انا ربما راح نحوس على اولادك الكبار، باش راهم دارقين من برا، نروحوا نشوفوهم طبعا. منين نروحوا نشوفوا الاولاد يا اخي؟ ما عندهمش مش نخرجوا، ها يلا نعاودوا احنا نخرجوا. اذا احنا نروحوا نشوفوا وين مخاوتكم؟ مع الطريق وين طلعوا؟ واش بك كبرت؟ البرد هاو جا السائق تاعنا، راهو جا الغاز.
مشاهدينا صح فطوركم، واخيرا اجتمعنا على هذه المائده، المائده المتواضعه جدا جدا. حنا لحقنا بكم، لحقنا الوطار الله غالب، كان عرفنا بكري وكان جينا بكري كان قدرنا نطيبوا الفطور. هذا هو فطوركم دائما. معليش نهار كاين ونهار ما كاش، صح يفرج ربي ان شاء الله، يفرج ربي ان شاء الله من اليوم دائما يكون كاين ان شاء الله يا رب. الوغ قلت لكم مشاهدينا هذا هو فطورهم، شويه البن قدرنا نجيبوه، شويه خبز وشويه تمر. معليش هكذا فيها بركه صح. غدوه ان شاء الله ماماكم طيب لكم الفطور، الله الله تهلا فيهم غدوه، لازم تفشيهم غدوه ان شاء الله. ان شاء الله وبعد الحصه انا متاكده انه راح يكون فيه خير كبير راح يجيكم، ونتمنى من السلطات هنا في ولايه تيسمسيت بالاخص انه يشوفوا ليكم. قلنا هاد الدار ما هي دارهم، دار تاع الورثه، هاد العائله منذ 83 هم عايشين في هاد الدار، 8 اشخاص فيها، اصغرهم واسمك عاودي ذكري منيره، والطفله الوحيده هي منيره. يلا نشوفوا المنيره وخاوتها ونفرحوا ان شاء الله بدار الله الله هكذا ان شاء الله. كما كان عايش ماشي ماشي صح، ماشي ماشي عباسي يعني ماشي ماشي هذا يعيشوا كما صح. انا كبار بتنا صوادو بنادم نهار نهار كامل وصايب صح، في لا فايدي يفطر ماشي في الشيطان وعلى صعيب الشيء هكا بزاف والله غير بزاف. قال الله غالب واحد غير ربي وصايب هذا ما كان والو. إذا بنادم يهم بري يجري كذا وكل كي يلحق الأذى الفطور تاعو ما يسيبش واش ياكل. خويا واللي ربما كل واحد يشوف فينا يقول لك ما كاش منها، مستحيل كاين ناس ما عندهاش واش تاكل، واش تقول لهم؟ لا ما ماشي ما كاش منها، كاين منها غير الناس ما الناس راهي عمياء، ولا يجي كيما يجي ليا ويشوف يدخل على غفلة، تجي أنتم كنتوا جيتوا على غفلة. والله على غفلة. خلاص، لكن أنتم كلش على كبركم. يجي يشوف هذا اللي يقول لك باللي ودي السيد راه عنده وكذا وكذا، يجي هو يشوف يدخل على غفله، يا اخي دي حسنه يدخل على غفله ويشوف صح بعينيه صح، قال لك شوف العين ترك السؤال صحيح. هذه هي. وربما كذلك ما بيش نقدر نطرح هذا السؤال ولا نفتح هذا الموضوع، فيه ربما كاين بعض النفوس انا نقول لهم ربي يهديكم، يجونا بعض التعليقات يقول لك كيفاش توريو الناس هكذا، كيفاش هاد الزواوله توريوهم. انا نقول لو كان حنا ما رناش نجوا عندهم، لو كان حنا ما رناش ندقدقوا بابهم وما رناش نعيشوا معاهم ونسمعوا صوتهم، على بالكم بلي يقعدوا هكذا موته كما قال لنا، يقعدوا موته وهما في الحياه. لو كان ماشي حنا نوريو لكم ليكم باش نتوما تتعاونوا وتديروا الخير وتدوا الاجر وتعاونوهم وتنتشلوهم من هذاك الهم اللي راهم فيه، صدقوني انه يموت واحد ما يسمع بهم. حنا وكونتخيغ لو كان جات لينا يا حسره ماشي غير هاد العائلات اللي رانا نجوزوهم، لو كان لينا وحاليم يعطينا القناه كامله لينا كل يوم نديروا لكم بحاله، ماشي غير خطره في سمعنا وماشي كل يوم في رمضان، وانما 360 يوم كل يوم كاين عائلات العام والله ما يكفينا. احنا دائما نحبوا نجوا لكم باش صح نبينوا انه كاين خاوتنا، باش نفكروا هذوما الغافلين اللي تغويهم الدنيا انه باللي الدنيا فانيه وباللي كاين ناس محتاجه صح. كاين كاين مش غير انا، كاين بزاف كاين بزاف. ماشي غير انا، ما نقولكش غير انا، كاين بزاف بزاف، كاين اللي كثر مني. صحيح، صح. كاين اللي كثر مني. وانا نقول لكم كي راكم تقولوا كيفاش راكم توريوهم، انا شخصيا وكل زملائي نقول لكم كي تدخلوا عند هاد الناس، والله 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 خير ما تدخلوا للقصور، وخير ما تدخلوا وين حبيتوا، على بالكم هاد الناس مضيافين، ما يعرفوكمش يفتحوا لكم بابهم، ما يعرفوكمش ينحوها من لحمهم ويمدوها لكم، يعني ما تتردوش وارواحوا ليهم راح يحتضنوكم ويحبوكم، الوغ كيما هما يبادلوكم هذاك الحب والاحترام والعطاء، انتم كذلك بادروهم بنفس الشيء، تعيشوا شوفوا ليهم، ما تشوفوش انا نقول بالك انتم كبرتوا خلاص، شوفوا لهاد الملائكه، شوفوا لهاد البراءه اللي مازال ما عاشوش، الى متى في هذا رمضان نزيدوا نشوفوا حنا اطفال يمشوا حفيانين وشوفوا يديهم، ولكن شوفوا الابتسامه وعلى كلمه الحق الله اكبر. انا نقول لكم الصحه فطوركم. ان شاء الله نكونوا دخلناكم بالخير يا رب ان شاء الله، وعلى بالي بلي محمد خويا واسامه راح يعاودوا يتصلوا بينا وراح يعاودوا يشقيونا حتى لتيسمسيت عباك على هاد المره باش نفرح معاكم ان شاء الله. ان شاء الله متاكده انه راح يكون فيه خير كبير ان شاء الله. انا نقول لكم يلا بسم الله صحه فطوركم.
وكذلك ما نقص مال من صدقة. إذا ديروا الخير واللي يدير الخير دواها الخير. وتعرفوا أن هذه المائدة أحب مائدة عند عمر بن الخطاب، عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وعند سيدنا علي. شوفوا يعني رانا ربما لخصنا كلش. إن شاء الله أيامكم دائما مباركة، إن شاء الله دائما يجيكم الخير، وبارك الله فيكم اللي فتحتوا لنا داركم. مع السلامة. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. يلا بسم الله، صحة فطوركم.